اهلا بيكم نميرات السكري، خبيره طبعا في التخلص من المشاعر السلبيه اي اف تي، وهي صاحبه اي اف تي اكسبرس اكاديمي. في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، اللي هو العلوم الطاقيه والعلاج بالطاقه او الحاجات كده اللي ناس كتير ابتدت تلجأ لها. وطبعا دي حاجه جميله جدا، في حاجات كتير كويسه جدا، وفي كذا 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 علم، وفي ناس شاطره جدا في مصر وفي بلاد تانيه تقدر تساعد الناس في حاجات ما عرفش الطب التقليدي يساعدهم فيها، او ما عرفش لانها مش امراض، ممكن تكون مش مرض نفسي لكن هي تعبان، يعني واحد بيسوف. طيب ما ده مش مرض نفسي ومش هروح لدكتور نفساني له، لكن ده حاجه محتاجه مساعده طاقيه، ممكن نظبط الطاقه بتاعته. بس في ثلاث حاجات لازم ناخد بالنا منها قوي 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 قبل ما نروح لحد. اول حاجه، انا رايحه اخد نوع ايه من العلوم، هقرا عنه، ابقى عارف انا هيتعمل لي ايه جوه، مش هسلم نفسي كده. لسه قريب واحده كانت عندي قالت لي اما الواحد بيروح لحد بيسلم نفسه كده، معقوله اسلم نفسي كده؟ مش اعرف هيتعمل عليا ايه، هل هو تنويم مغناطيسي، هو هل هو تقنيه التخلص من المشاعر السلبيه، هل هو حاجه تانية؟ في حاجات كتير قوي، في اكتر من 100 علم. تاني حاجه، هسال سؤال مهم جدا، الشخص ده دارس فين، مع مين، معتمد ولا لا؟ يا جماعه الكورسات دي بتبقى مش بالضروره وقت كتير، ودي مش حاجه وحشه، لكن دايما وراها عشان يبقى معتمد بيضطر يعمل حالات كتيره جدا. انا في شغلي انا لازم اعمله 100 حاله، وبعدين يمتحن ويمتحن تاني، ولو لسه مش كفاءه ما يشتغلش، ليس معتمد. انا ازاي اروح لحد خد حاجه المفروض التقنيه كويسه او الطريقه كويسه بس هو مش دارسها، ودخلني في مشاكل. وفي ناس دخلت في مشاكل كتير، بتاخد حاجه مع حد ويتعبوا قوي لان الحد مش متمرس. تالت حاجه، عن النفس الشخص اسال، هو ايوه العلم كويس قريت عنه وافقت ان انا اعمل بيه. تاني حاجه، هو معتمد اوكي، بس عندي سؤال اخير، انا هرتاح للشخص ده؟ اسال عنه، لان مش كل ما نتخرج من طب معناه ان انا هرتاح له كدكتور، لازم اسال عنه. واحنا بنعمل كده، ده احنا لما بنشتري على كتير بقول للناس انتوا لما بتشتروا تليفون او عربيه بتقروا المواصفات اكتر ما بتسالوا على اللي انتوا رايحين له ده، هل يعقل؟ ده جسمكم، ده صحتكم النفسيه والجسديه، لازم تسالوا، لازم تسالوا وتسالوا وتسالوا وتتاكدوا ان اللي انتوا رايحين له ده فعلا هينفعكم كويس ليكم. اللي عايز يعرف اكتر عن ازاي انقي حد كويس وكده، او عايز يعرف اكتر عن شغلي انا، طبعا سبسكرايب هنا. تاني حاجه، صفحتي ميلات السكري، الموقع بتاعنا ميلاتسكري.com، وعندنا موقع تاني اي اف تي اكسبرس اكاديمي. المهم، اهم حاجه ايا كان هتروح فين، اعرف انت بتعمل ايه ورايح لمين. وفي الاخر اختيار لك.